محليا ومحليا من جديد تسابق مؤسسة حياة كريمة الزمن لتنفيذ مبادرة التصالح حياة التي أطلقتها سبتمبر الماضي لسداد رسوم التصالح على مخالفات البناء لبعض غير القادرين من الأسر الأكثر احتياجا في 9 محافظات قبل انتهاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء بنهاية هذا الشهر. أكدت مؤسسة حياة كريمة أن المرحلة الأولى لمبادرة التصالح حياة بدأت في 25 من شهر سبتمبر الماضي وتنتهي بانتهاء تقديم طلبات التصالح إلى لجنة التصالح التي قام رئيس الوزراء بمد الفترة فيها مؤخرا حتى نهاية هذا الشهر نوفمبر 2020، لافتة إلى أن عدد طلبات التصالح الواردة للمبادرة بلغت حتى الآن 2,261,000 طلب من أصل 3,160,000 مخالفة بناء. أوضحت المؤسسة في بيانها الصادر اليوم أن المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية، حيث قامت المؤسسة بتدشين مبادرة التصالح حياة يوم 25 من سبتمبر الماضي من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية وتخفيف عبء إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء عن كاهلي محدودي الدخل. أكدت المؤسسة أن من بين الأهداف الأخرى لهذه المبادرة استيعاب القدرات الشبابية المتطوعة وتوجيه جهودها نحو العمل الخيري والتنموي وتوحيد جهود الدولة في تقنين الأوضاع للمخالفين والإسهام في ضمان استقرار المواطنين الأكثر احتياجاً في منازلهم وإحداث التكامل بين الجهات الشريكة في تبادل وتداول البيانات لتوفير الوقت والجهد. كما أوضحت المؤسسة أنها قامت بعقد بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير ووزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي في هذه المبادرة التصالح حياة، لافتة إلى أنه تم تحديد نطاق تنفيذ المبادرة في 9 محافظات هي أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، المنيا، قنا، البحيرة، مطروح، سوهاج وأسيوط، والتي اختيرت لتصنيفها من بين المحافظات المصنفة من بين التي تحوي القرى الأكثر فقرا وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما أنها من ناحية أخرى من محافظات المرحلة الأولى لقرى مبادرة حياة كريمة.